اليوم أتممت عاما كاملا. عن شعوري أقول أنني لا أصدق أني في السجن. في كل لحظة أقول لعلي في حلم أو خيال. في الليل أمضي ساعات أتأمل الأسلاك التي تحيط بأرجاء القسم من كل جهة لأتأكد أنني فعلا في السجن. احنا بنحبك يا ماما العزيزة. احنا في وضع سبب امي حبست، بس احنا جانا اخويا عشان هالتحدي اصعب تحدي، بس نقدر نهزمه. احنا اقوياء كثير، ما راح يقدر يحدانا.